إذا كان المقام النغمة جت والحكم حكم ونغمة، إذا كانت النغمة تطغى على الحكم فلنترك النغمة. يعني إزاي؟ يعني هيقول كده مثلا، أنزله بعلمي، ينفع بعلمي عشان يعمل نغمة ويقفلها؟ أطال الحركة ولا يصح. خلى العلم يه وراها ولت حرف عشان، لا أنا أقول بقى أنزله بعلمي وتبقى ناقصة نغمة شوية، بدل ما أقول بعلمي يبقى الحكم راح. إذا كانت النغمة تطغى على الحكم نترك النغمة وتسيبها تنزل زي ما تنزل، مثل عبد الباسط عبد الصمد. وما كان عبد الباسط عبد الصمد هو عبد الباسط عبد الصمد إلا بأنه كان يراعي الأحكام ومالوش دعوة بالنغمة، صوته جميل لكن يقف مالوش دعوة. ساعات تنزل كده اهو، واحد نزل ما لا مؤاخذة زي وقع على الأرض، يعني زي ما تطلع. نعم يعني أي يقول لك في أي ذنب قتلت مثلا، واحد تاني يقول ذنب قتلت ألا يتولد حروف، عملت حرف قو قف واو وقتلت إيه يا عم؟ إنما بأي ذنب قتلت خلصنا. فإذا كانت النغمة تطغى على الحكم أترك النغمة. هو القرآن مش غنوة.